نستمر الاحتفال مع النشيد الوطني اللبناني. ازرعوا ولا تنسوا الغضب على القتلة المسؤولين عن المقتلة والإبادة بغزة. أنا وقاعد عم بتسمع الكلمات، أنتم ما انتبهتوا ورا ما شفتوه. شوفوا الأمر بدر، في 20,000 قمر بغزة سقط، ما بيعرفوا ليش. بعت لي صديقي صورة توأمين ملكين، أنا كبر قلبي قلت له لمرتي تعي شوف شو حلو. بيرجع صديق نفسه بيبعث لي بيقول لي هولي استشهدوا بغزة، كانوا بيستحقوا يعيشوا، بس الوحش والوحوش اللي ما لها حدود لجريمتها عم تقتل فينا أطفالنا، عم تقتل فينا وتقتل فينا شجرنا، عم بتصادر ذاكرتنا، عم تحاول تقتل فينا الأمل. ما تسمحوا لحدا يصادر ذاكرتكم، ولا تنسوا من اغتيل ذات يوم، ولا تنسوا من استشهد ذات يوم، ولا تنسوا من اعتقل ذات يوم، ولا تنسوا بسمة أي طفل كان ممكن يكون شاب مثل ما قال الأخ يكون هلا أحد علماء الفضاء، بس الوحش قرر إنه يموت فينا صغار. أنتوا عم تشربوا قهوتكم الصبح تذكروا إنه في ناس مثلكم حابين يشربوا قهوة، بس اللي عندهم صبح واللي عندهم مطبخ واللي عندهم غاز واللي عندهم بيت. أنتوا عم تربوا أهاليكم وأولادكم، تذكروا انه في اولاد راحوا على المدرسه من المدرسه مباشره على المقبره، هذا اذا لقوا المقبره. تذكروا انتم عم بتحبوا بعضكم، انه في حكايا حب كانت مبلشه بغزه وبجنين وبرام الله، والوحش قرر انه يصادر ويقتل الحب. تذكروا انتم عم تستعيدوا ذاكرتكم بالاغاني اللي بتحبوها والوجوه اللي بتحبوها، انه في وجوه حرقها وقتلها وشوهها العدو، والعدو مش بس العدو، كل من اغتصب أرضا عدو، كل من اغتال عدو، كل من صادر إرادة عدو، كل من قتل غدرا عدو، ولكن على رأسه للأعداء هذا العدو المحتل فلسطين، الذي لابد فلسطين اللي أنجبت توفيق زياد وسميح القاسم وغسان كنفاني وناجي العلي لا يمكن أن تموت فكرتها. وهذا الجنوب الحبيب الذي منه طلع الشعر العامل العظيم الرافض للاستبداد وللاحتلال، تذكروا كل هول أنتم عم تشربوا قهوتكم وروحوا على حياتكم وعيشوا بحرية، ولتكون شجرة الزيتون هي رمز للأمل وللحب. مثل ما قلت بكلمتي، مميز من بلدتي،
درع لأستاذ إياد وهبي، فنان إياد وهبي، درع من التجمع الوطني والثقافي والبيئة والتراث، ودرع من الرابطة الثقافية الاجتماعية. نبلش مع التجمع الوطني. لا وليد ولا إياد ولا هشام ولا نجيب ولا حبيب، وقدي بدي عد لعد كل هالشباب والصبايا يلي زرعوا هالروح الطيبة وروح المحبة يلي أغلى شيء هي ومجد لبنان. اشتغلوا بدون أنانية، بدون طلب شخصي، اشتغلوا لمجد لبنان. إن شاء الله هالضيعة بتضل زاهرة وعامرة. أستاذ إياد، قبل روح العطاء عم تيجي من أمريكا لتقضي صيفك مع هالشباب والصبايا، أنا بدي أحكي عن الإبداع يلي عندك إياه، عن الخلق، عن الفكر والحس المرهف. أنت فنان عظيم وذخر لنا، لكل أنديتنا وجمعياتنا، ويلي عم تعمله عم تزرع بكل بيت رؤية وحضارة، وعم تخلق فنانين مبدعين من بعد منك. الله يطول بعمرك وتضل بعطائك. فنه في صميم التراث الوطني، وارتقى بلحنه ومؤلفاته إلى أعلى قمم الإبداع، رافعاً اسم لبنان في بلاد الاختراب، مشبول بحب التضحية والعطاء، نذر العمر لخدمة رسالة الفن والرقي والحضارة، أسس الفرق الفنية وتطوع بتدريبها، فخلق بتفاني ثورة وحالة فنية حضارية فريدة رائدة ونادرة في منطقة الغرب والشحار، زارعاً روحه الطيبة وفكره وإبداعه الفني في أجيال وأجيال من شباب وصبايا المنطقة. عذراً عن بقرة بدون عوينات. رئيس، نحن ما نتبنى كل اللي قالوه ونسلم درع من الرابطة لا أستاذ إياد من زيد علي ابن الرابطة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. استاذ اشرف، شو بتحب تقول بختام مهرجانات لبنان؟ ان شاء الله نحن بنقول لك عقبال كل سنه وتكون روعه اكثر من هيدي السنه، بعد قد ما هي كثير حلوه ان شاء الله بتكون مزيد من النجاح لكم. اول شيء بدي اشكرك واشكر فريق العمل على تغطيه المهرجان. بدي اقوله انه الهدف نفرجي هاي الصوره الحلوه اللي عم نشتغلها، هيدا التكاتف وهيدا التعاون بين ابناء البناي، نفرجي انه الضيعه لو كانت ضيعه ولو كانت صغيره قدرة تعمل اشياء كتير وقدرة تعمل مشاريع ضخمه بالتكاتف والتعاون والاراده. ونحن باصعب الظروف قدرنا عملنا مهرجان من 6 أيام منوع نرضي فيه ازواق كل الناس ونجمع شباب وشابات ضيعتنا. فالحمد لله حققنا الهدف والحمد لله وصلنا للي كنا نتمنى. نجاح مبهر وصلتوا له، هيدا بفضل الايد الواحده اللي عندكم. صحيح، بفضل الرعايه البلديه والمجلس البلدي، بفضل تكاتف اهل الضيعه حد الرابطه، بسبب الشفافيه اللي عم نشتغل فيها كرابطه، بسبب فريق العمل اللي هو الهيئه الاداريه اللي بوجه لها اجمل تحيه، تعبوا على فتره 2-3 شهور، والهيئه العامه
يلي زكتنا انه نكون بهيدا المنصب ونتحمل هيدي المسؤوليه. بوجه لهم تحيه من كل قلبي، شكرا لكل حدا ساهم ودعمنا وكان موجود معنا، واهلا وسهلا فيكم. ميرسي لك وان شاء الله عقبال كل سنه. ثانك يو موفق. ثانك يو. بار يسعد مساك. هلا خبرينا شو رايك بمهرجان البناء بهالليله خصوصا؟ مهرجانات البناء مثل ما عودتنا كل سنه مهرجانات اجتماعيه ثقافيه راقيه جدا جدا بتنوعها بثقافتها بكل شيء حلو بتقدمه، والليله خصوصا فرقه ايحاء ابدعت، وحضور الفنان احمد قعبور كان حضور مميز جدا جدا، عمله يعني الحضور تبعهم ووجود الناس حواليهم كان شيء مميز جدا جدا، فكتير انبسطنا وان شاء الله عقبال كل سنه للجميع. ان شاء الله. ميرسي ميرسي كيو لك، يعطيك العافيه. قلنا قبل انه الايحاء فرقه ايحاء هي بتعبر عن كل وضع معين، سواء بتعبر عن الام بغزه، سواء عن الوضع بلبنان، عن كل الايحاءات الموجوده يمكن بالعالم. نحن منهنيك وبلس عرفنا انه حضرتك عايش بامريكا، مقيم حاليا؟ لا انا يعني مقيم ومش مقيم. اوكي. يعني نحن رحنا من شي 17 سنه لهونيك على امريكا. نعم. عائلتي تخرجوا هونيك وعندهم اشغالهم هونيك، وانا صرت ارجع على لبنان وابقى اكثر وقت ممكن، يعني احيانا 17 احيانا ابقى السنه كلها. نعم. ما ارجع. هلا فرقتك الموسيقيه هون اثرت شيء بسفرتك لهونيك ولا لانك عم تتابع بين لبنان وامريكا؟ عم تابع بين لبنان وامريكا، وعم تابع فرقتي هي عندها مثل مؤسسه بتشتغل. نعم. لوحدها بتعمل بروفات دوريه وبس نجي بكون عنا عدة أمسيات بنكون محضرينها مشتغلين عليها من هونيك. الأمسيات اللي تقام بلبنان بكذا مطرح بلبنان. نعم. يعني كذا منطقة. نعم. ولا حصريا بالجبل؟ بشكل عام حصريا بالجبل، بس نحن فرقة إيحاء كانت شق فيها شق إيحاء للفن المسرحي، عملت محمد مغوط ودوريد لحام وعملت زياد كلهم بالجامعة الأمريكية وبالقصر اليونسكو، برمنا فيها بكل لبنان عن طورة وصور وصيدا بوقتها. ايه هاي قبل الهجرة. نعم. ايه. متمنى لك التوفيق ويطول عمرك. ثانك يو. لازم يكون في مليون اياد وهبه. ميرسي. شكرا. لو بدو يتكلوا عرضنا نحونا بكتر السياسه وما عرضنا اثار المجد بالافعال غير، وعلى عهدي على ديني على ارضي تلاقيني انا الاهلي انا اهديهم انا دمي فلسطيني 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 انا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على ارضي تلاقيني we
Thank you.
مشاهدينا معنا الفنان المبدع الغني عن التعريف الأستاذ أحمد قعبور. بونسوار أستاذ أحمد. مساء الخير. مساء الخير. كيفك؟ عم بحاول كون منيح بزمن ما منيح أبدا للأسف. وين أحمد قعبور حاليا؟ أنا بالبلد بالعاصمة بيروت، عم زاول شغلي الفني مثل كل لبناني، بسعى لأمن كهربتي وميتي، وعم بحاول أمن أسباب البقاء في البلد وشروط البقاء، وبنفس الوقت عم بحاول أعبر عن أمالي وأفراحي وأحزاني بهاللحظة العصيبة هاي. نعم. اشتقنا أستاذ أحمد لأغانيك الوطنية والثورية. هلأ سمعنا أناديكم يا رايح صوب بلادي، يا رايح صوب كفر متى، باي ذا واي كفر متى هي ضيعتي. نعم. فوين هيدول الأغاني، وخصوصا هلأ وضع لبنان، وضع جنوب، وضع غزة؟ هذه الأغاني لأنها بتحمل الصدق وبتحمل قيمة إنسانية، وبما أنه متوفر فيها كل العناصر الجمالية الناجحة بعتقد رح تبقى بذاكرة الناس. أغاني وأغاني غيري يعني، والجمال الأغاني وقضايا اللي عم تتعطاها طالما صادقة وعم تعبر عنها بصدق بتبقى بالذاكرة يعني وما بتنمحها. مشان هيك لما بنرجع بنغنيها بتولد من جديد. نعم. أغانيك مثل الخمر، كل ما زاد طال السنين كل ما صارت بعد أجمل. الله يطول بعمرك، وثانك يو لوجودك بمهرجان البناي، زاد قيمة للجبل. ثانك يو. وعندك شيء أغنية جديدة حاليا؟ إيه، إذا اللي بيحب يتابعني في أغنية اسمها أختي أميرة على القناة الخاصة باليوتيوب، بتأمل تسمعوها. أوكي. موفق ويطول عمرك. Thank you so much. شكرا. Thank you. Yeah.
يحسن وجدك. بس بدي شر اليوم يا راح يا راح على عين الحلوين. مظبوط المقام؟ يا روح صوب بلادي أخلق وصل السلام بلغ شمعني صوتي مشتاق يوم رف الحرام سلي أمي يا النبي بعد ممنوع الأحلام وإلا يا نوري بالي على عين الحلوة قول للحلوة تحن علي يا رايح على عين الحلوة قول للحلوة تحن علي تغني لي غنية ناجي نجعلي بلكي قلبي بيغدى شوي يا رايح على عين الحلوة واللي الحلوة تحن علي تغنيلي غنية ناجي بلكي قلبي بيهدى شوي وترسمي حيفا ورام الله ترسم غزة وبيسان وتحكيلي قصة كاتبها بروح ودم وغسان تعمل غسان يا رايح على عين الحلوة ولك قول للحلوة تحن علي تغنيلي غنية ناجي بلكي قلبي بيهدى شوي وترسلي حيفا ورام الله والبيري وترسم بيسان وتحكي لي قصة كاتبها بروح ودم وغصان ترد البيارات القلب بلكي عليها اغفر يا رايح مش تايه اهل وفاء
لما تندو اشتقت عيون التراب العيون كانت لاقي صاح قلبه ويا ناي صمت لاقي دخل وصل السلام أهلي ولادي اشتقوا لف الحياة سلمني يا النادي مشاهدينا منكون وصلنا لختام مهرجانات البنية لصيف 2024. إن شاء الله عقبال كل سنة انتظروني بحلقة جديدة الأسبوع القادم مع أهل بطلة. إلى اللقاء.